وهذا سائل يقول: هل ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحدث الرجل عما يجري بينه وبين زوجته؟ نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يفضي إلى المرأة والمرأة تفضي إلى الرجل، ثم يحدث أحدهما بما يجري بينهما. هذا كشف للستر وإفشاء للأسرار بين الزوجين، فلا يجوز لأحدهما أن يحدث بما دار بينهما من أمور الزوجية.